اختي معليش نكذب عليك، درت بزاف ديال الفيديو، ولكن من الاحسن تمشي لليوتيوب وتكتبي طريقه كيف اتعلم التجاره الالكترونيه، يطلعوا لك فيديوهات اللي غيشرحوا لك احسن ما غنشرح لك انا، حيت دوك الناس كاين اللي اختصاصي في التجاره الالكترونيه يشرح لك احسن ما انا، غير تعلمت فهمتيني. نقدر نقول لك شي لعيبات دس منهم، مي باش نعلمك التجاره الالكترونيه ضروري خاصك تمشي تفرجي في دوك الفيديوهات بلا ما تشري لا دوره لا والو، كلشي مشروح في يوتيوب. حيت انا لا بغيت نشرح لك غير نكذب عليك، حيت كاين اللي كيبغي يطرد عيني ويبدا يشرح لك. البنات دابا عاد دخلت غادي نجاوبكم، بزاف د البنات سولوني امتش غادي تورينا غيت، امتش ان شاء الله حتى يكمل العام عاد غادي نوريو لكم. عاد ما كرهتش نوريو لكم دابا، راكم عارفين مازال صغار مسكين وصافي، غادي نوريو لكم ضروري ان شاء الله. جيتكم واحد الحاجه البنات، عندي واحد العائله الله يخليهم ليا، فاش كضرني شي حاجه مثلا الا ضرني راسي ولا ضرتني الدرسه، اش كيكون واحد الدرسه كنكرهها من كل الاعماق ديال القلب، عذبتني في الحياه ديالي. قلت لكم البنات فاش كضرني شي حاجه، عندي واحد العائله ماشي كيقولوا لك لا ما تخافيش لا ما ديريش، يقول لك لا عداك درس بعد انا، يقول لي عداك تاكلي عتاكلي على غير كرطوها لك، رجلك عداك شكون فيك شي حاجه. مهم غادي نجاوب على السؤال، حيت البارح فاش حطيت لكم داك ستوري فاش كنت لابسه الكسوه، بزاف البنات مهم بحال شافوني ما عنديش الكرش، وانا في الاصل راه ما عنديش الكرش، ولكن في الولاده فاش كتحملوا زعما موراها كتولي عندكم، بزاف البنات كتولي عندهم الكرش. انا الحمد لله رجعت كيف ما هي، ماشي من قاديت زعما من الماكله ولا ما عرفتكم، المهم كل واحد والجسم ديالو كيدير، فهمتوا؟ انا رجعت كما هي الحمد لله. عرفت البنات فاش كنت ولدت، المهم فاش كنت يلاه ولدت وانا نشوف كرشي لقيته بحال الحمد ديالي ما رجعش كيف ما هو، ولات مدايره مرخرخه بحال شي عجينه فاش كتخمر كتقيسو كتدير باق باق بحال هكا كولات. وكنت خايفه عرفت، كنت خايفه وسولت ماما وسولت بتخالتي وسولت كاع داكشي اللي كنعرف، قلت لي مشكور شي غتبقى بحال هكا، حيت انا فاش كطار لي شي اي نهر لا لقيت اش دار لي، نهر لا لقيت اش دار لي، اش كندير اش كندير خلع واش مالك اش كندير ليه دوبلو شوف.